منذ الأحداث ما صعدنا مهرجان بالرقة، هذا أول مهرجان 5/11 يشاركون بالرقة دير الزور، الحسكة، قامشلي، كلها مشاركة خير أبطال. ونزلنا أول شوط 1000 متر، ثاني شوط 1400، الثالث 1800، الرابع 2000، الخامس 5 كيلو. الحمد لله ونجح المهرجان الحمد لله، ونشكر كل شيء جاهد معانا بهذا المهرجان، ونشكر مجلس الرياضة والشباب يعني ساعدتنا كثير، ورئيس الاتحاد الرياضي يعني الأستاذ حسين هلال، والحمد لله يعني نجح المهرجان يعني، والحمد لله وإن شاء الله يعني على مهرجانات قادمة إن شاء الله. كبيرة بالفعل، مهرة واعدة، ونتمنى المخضرم الراعي في المقدمة صدر والعيكو يحاول لا تلعب يحيكو مو علينا اللعب وقف عصا يا الله اسعى طبعا لا حد يشيل موبايل التصوير انت يا ابو الكاميرا فوتوغراف انت اللي واقف على الدرج فارس ومدرب خيل سباقات سرعة شاركت قبل شهرين بالسباق الجزيرة السباق شوط 3 كيلو حققت بي المركز الأول واليوم احنا بمهرجان الرقة 5 شهر زاد شاركت بشوط 2000 وحققت المركز الأول شوط الأبطال الحمد لله رب العالمين الله من علينا بالفوز فرحة لا توصف وشعور لا يوصف الحمد لله الناصر سند الناصر الصوفي يقول كلمته يبغى ان لا تحاول تركض مع الحصان ما راح تدفعه يعني قوه هذا شويه ابعد انطلاقه الراعي كما قلت لكم رجل مخضرم يا حسبني الجواد صقر الروسان مشاركين به أكثر من 10 سباقات والحمد لله كله فوز ما في خسارة وعمر 3 سنوات الحصان وهسه عرفنا على شوط الأبطال وأخذ المركز الأول بجدارة كل العالم الموجودة عند السياسة you